أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي التفاعلي تواصل دوت كوم. مشاهدينا الأعزاء، في حلقة هذا اليوم نسقط الضوء على عدد من القضايا المهمة كونها وجدت اهتمام الشباب العراقي في مختلف منصات التواصل الاجتماعي. تعالوا نطلع وإياكم على عناوين المواضيع التي سنستعرض تفاصيلها وإياكم في حلقة هذا اليوم. في البداية سنتوقف عند محافظ واسط، وهو القيادي في تيار الحكمة محمد جميل المياحي، وهو يعتدي على ضابط في إحدى سيطرات المحافظة. ثم إلى تجاوزات وزير الثقافة الحالي عبد الأمير الحمداني، وكيف دفع شابا في شارع المتنبي طلبه الشاب بتعيين الشباب الخريجين. بعدها إلى عودة أزمة تلوث المياه في البصرة، وأهالي مناطق متفرقة في المحافظة يشتكون تواصل رداءة المياه الواصلة إلى بيوتهم. وفي الختام سيكون معنا موضوع من قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار على وجه الخصوص، والذي يشهد تظاهرات ضد الفساد الحكومي وتردي الخدمات بالقضاء. البداية مع هذا المقطع المصور، وفيه تظهر لقطات مصورة من كاميرا المراقبة تظهر قيام محافظ واسط والقيادي في تيار الحكمة محمد جميل المياحي بالاعتداء على ضابط في إحدى سيطرات المحافظة. هذا الفيديو الذي شاهدتم أثار طبعا العديد من التساؤلات عبر الإنترنت. طبعا الكثير من الشباب أبدوا ردود فعل غاضبة على ما قام به هذا المحافظ بحق الضابط. بالمقابل المحافظ برر فعلته بأنه قام بها بسبب الازدحام. هذا ما قاله المحافظ، نتابع. تقريبا الساعة 3 الظهر كنت راجع من بغداد في زيارة عمل، وأثناء وصولي إلى سيطرة اللجبي تقريبا قبل سيطرة اللجبي 5 كيلو تقريبا أو 4 كيلو وجدت ازدحام لا مثيل له، كأنما احنا في 2007 أو 2008، والسايدين كانوا متوقفات وحالة يعني هرج ومشاكل، الناس طالعة وعايفة سياراتها، عوائل بالشمس الساعة 3 الظهر وتقيسوا. الحقيقة أنا كنت مسؤول، موكب مالتي فوت بالعسكري ولا أهتم، ولا كأنما لا شايف ازدحام ولا يهمني هذا الموضوع، لكن ما أتحمل بأنه أبناء المحافظة والناس اللي يمرون على محافظة واسط بأنه يتأذون بهذه الأذية. نزلت ترجلت تقريبا بالكيلو ونص، أنا ترجلت بين العجلات، يمكن مواطنين كثير اليوم شافونا بين ترجلنا بيناتهم. وصلت إلى بأنه هذا الطريق كله السايدين ازدحام، رون سايد السيارات طالعة وصايرة فوضى في الشارع، ماكو لا الأجهزة طالعة تنظم الشارع، الشاحنات والعوائل والخط العسكري قاطع، يدخلون سيارات بشكل يعني ازدحام جدا. وصلت إلى السيطرة سألت يابا وين اكو التفتيش؟ اكو تفتيش؟ ماكو تفتيش من صدق، قال واقفين 4 5 بلا مبالاة. سألت عن الضابط، الضابط يتحدث وياي بطريقة كأنما ماكو شيء، هو قاعد بالفي وممكن كان نايم ويتحدث كأنما والله أنا أطبق تعليمات وأنا أكون هيك أسوي أفتش. ما أعتقد بأنه اليوم لكل واحد. ومن اعتداء المحافظ على الضابط إلى موقف ثاني من وزير الثقافة في حكومة عبد المهدي، وهو المعروف لديكم طبعا عبد الأمير الحمداني، الذي قام بدفع شاب أثناء تجواله في شارع المتنبي ببغداد، دفعه من أمامه لكي يمر عندما طالبه الشاب بلزوم توفير تعيينات من أجل الشباب الخريجين.
هاي شوفون وراي وزير الثقافة اجى الشارع المتنبي، وبعدين قلت له استاذ، وقفته قلت له استاذ تعيينات للشباب وتعيين لي يعني ايش؟ قال لي هيك واخر من يمي وراح قبل، يعني حتى تجاهلنا عبالك مستجد من يمي. هو هذا وزير ثقافة، هاي عود وزير ثقافة العراق، الله يكون بعون العراق. هاي وراي بعمل موقف مالته. الآن إلى خريجي كليات الإدارة والاقتصاد والذين لا يزال حالهم كحال باقي الكفاءات بالعراق الذي يعاني أبناؤه البطالة، بالوقت الذي تعتمد فيه الدول المتطورة على الاقتصاد بشكل أساسي. في هذا الوقت يعاني خريجو الإدارة والاقتصاد في العراق من تفشي البطالة وغياب الاهتمام الحكومي. نتابع. هاي شوفون وراي وزير الثقافة، حتى ما حد استقبلنا. لا المحافظ، كم نائب عندنا ببابا، كم نائب، ولا واحد سمع صوت، يعني ما حد بحالنا؟ راح نبقى احنا نطمع وراح نبقى نطالب بحقنا. هاي كلها جاية صارها سنوات مكبتة، لا شغل لا عمل، لا حد مهتم بينا. معقول طبقة الإدارة الاقتصاد طبقة الاقتصاديين أقوى طبقة موجودة بكل الدول، يعني كل الدول فيها تعيين مركز الإدارة الاقتصاد، ليش احنا العراق بحاجه لهم؟ يعني معقوله الاداره الاقتصاد يشتغل ببسطيه، لو يشتغل عامل، لو بالعمال، لو بيع شاي، هاي استحقاقه؟ يعني طالب يدرس واهله صرفوا دم قلبهم عليه 16 سنه يدرس، يعني دوله تخرجنا وتشمرنا، اكو واحد يربي ابن 16 سنه ويشمره؟ وين صار هذا؟ يعني معقوله احنا كل الدول تعين مركز اداره اقتصاد؟ كل الدول عندهم نظرية يقول لك إذا الاقتصاد ما يشتغل، لا أبو الهندسة يشتغل، لا أبو الطب يشتغل، لا أبو التعليم، البلد اللي ما عنده اقتصاد كل مجالاته ما تشتغل. أو إحنا طلاب اللي زين اقتصاد هابليهم، ليش هابليهم؟ ليش بدارة اقتصاد ما حد بحالها؟ إذن هي أحوال صعبة يعيشها الخريجون الذين ينعدم الأمل بمستقبل مضيء ومشرق أمام أعينهم. هؤلاء الشباب ينتظرون من يفتح أمامهم شرفات من الأمل بالمستقبل، بدلا من أن يكفروا بواقعهم فيصبحون عرضة للأفكار السيئة من قبيل الانتحار وما شابه. طبعا هذا واقع مرير تعيشه العراق بشكل أكثر مما يحدث في أي بلد عربي آخر. الآن إلى أزمة أخرى يعاني منها الكثيرون، ولكن نذهب وإياكم إلى البصرة على وجه الخصوص، وهناك عودة أزمة تلوث المياه في البصرة إلى الصدارة، حيث اشتكى أهالي مناطق متفرقة من البصرة اشتكوا رداءة المياه الواصلة إلى بيوتهم، وهي عبارة أي أغلبها عبارة عن مياه مكدرة وغير مصفاة وغير صالحة للاستخدام البشري. تعالوا نتابع مواطنا من أهالي حي الحسين في قضاء الزبير بالبصرة يوثق بفيديو مصور معاناة أهالي البصرة مع ماء الإسالة الذي يضطره إلى تنظيف المصفاة كل 10 دقائق بحسب كلام الرجل. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قضاء الزبير حي الحسين من يسمونه بالرزز، وهذا الماء الإسالة، شوفوا هذا أنا حاط لي مصفى من جهة رئيسي، وكل 10 دقائق لازم أنا أصفي، وهاي اللي مخلفات مالته، شوفوا هذا الحشيش، أنا كل ساعة كل 10 دقائق لازم أسد الماطور وأفتح المصفي وأنظفه، وإحنا نعاني من هاي الشغلة، وانسداد بالبوري والماء بعد المرات نلقى بديدان، ونرجو من المسؤولين على هاي الشغلة، مسؤولين الزبير يعالجون هذه الظاهرة. يعني سدت البوالي مالتنا من كثرة الحشيش والديدان بها، يعني كل 10 دقائق لازم احنا ننظف المصفي، وهذه القديمة اللي انا يعني افتحها واتلسها بالقاز امليها واتلسها خليها هنا واطق القاز وانظف البوري، بعض المرات يسد عندي يعني حتى بصفة ما بي بس يصير سداد جوب البوري، اضطر انا اخلي قليلة القاز هنا والهاي سوندة وافتح القاز وانظفها، يعني لازم احنا كل 10 دقائق كل ربع ساعة ننظفه. ارجو من عندكم ومن المسؤولين المقالين ان يعالجون الظاهرة رجاء، والف رحمة على والديكم. حي الحسين منطقة الرزز، مع السلامة.
ومن قضاء الزبير إلى منطقة الحيانية أيضا في البصرة، وهناك الماء الواصل إلى بيوت المواطنين بلون الطين وهو أيضا غير مصفى. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 10/7/2019 قرن 21 وبالبصرة وبالحيانية المجاهدة البطلة. شوف الماي شلون حلو. هاي راح افتح الحنفية مال الماطور، هذا الماطور، هاي الصاندة، والله خلينا نشوف شلونه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. الله، والله بيها حكي هواي. الآن نذهب إلى حالة أخرى من البصرة أيضا، وفيها يوضح المتحدث رداءة الماء الواصل إلى البيوت، ويتحدث عن عودة أزمة العام السابق الذي بسببه ذهب ضحيته ما يزيد عن 23 قتيلا من المتظاهرين، ولكن دون حلول أو إصلاح في الخدمات أو عودة إلى المياه الطيبة، وإنما ظلت المياه السيئة هي التي تصل إلى بيوت المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الماء الملح والأقذار واللصاقة هذه إلى ماء البصرة. حاليا هذه بصرة، هاي كما ترى هاي حوض مال أطفال، مال سباحة مسبح. شوف الطين، شوف الطحالب، شوف الوصاخة، شوفوا الوصاخة. بس قلوا لي بيا دولة هاي صايرة، بيا دولة صايرة. شوف هاي الوصاخة قدامكم والماي مالح يقطع قطيع. وهذه ترى مو بس وصاخة، هذا كله طحالب وعوله، هذا بصبعي بعوله، هاي كلها طحالب وقذارة. يعني هذا الماي اللي يشرب من الشخص، اذا اشرب من الماي او غسل بيه شو يصير بيه؟ هاي عودة، هاي بعد معاناة. هذيك سنة 2018 معاناة، 23 شهيد و350 جريح واعتقالات وصلت بال2000 او 3000 معتقل. وانه بتالي ما تالي صار الماي حلو وعبانا، والله صعب فضل الحكومة. لا والله، لا فضل الحكومة ولا شيء، فضل الله سبحانه وتعالى انعم علينا بالمطر. هاي كما ترونه، هاي شوفوا، شوفوا وسخت الماي بالصمد. هسه شوف الطحالب كلها، شوف كل هاي الطحالب، يعني لا عبالكم انه هذه وساخة او شيء، كل هذه طحالب. هاي اول شيء بدايته وقهيج. هاي شوف الطحالب والماء وصخ. لامتها يعني، إلامتها الشعب البصري، إلامتها ساكت يا أخي، يعني ما جاي يشوف أحسن مننا من ما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني شو تسوي؟ وهسه حاليا متى يطلع الطالب حقق أو ما شابه يجي يقوم معك. حاليا إحنا قبل من 5 أيام لحد الآن مقدمين بال140 معتقل. الآن نذهب بكم مشاهدينا الكرام إلى محافظة ذي قار، حيث قضاء الرفاعي، ويشهد القضاء هذه الأيام تظاهرات ضد الفساد الحكومي وأيضا بسبب تردي الخدمات بالقضاء. طبعا المتظاهرون الذين شاهدتم أكدوا أن تظاهراتهم عفوية وغير تابعة لأحد، غير مدفوعة من جهة معينة، وقالوا أيضا إنهم يريدون الحصول على كامل حقوقهم المشروعة. ما في قاعدة
ضد المظاهرات، المظاهرات سلمية وانتم اهل الرفاعي والطائف شبابي. شباب شبابي شبابي احمل واديكم. ممنوع البديل، ما نقبل بالبديل الا يجي نايس محمد طالبنا. ما نقبل القيم مقام اذا يريد يجي يسمع مطالب. ممنوع ينتقد اي شخص يجي هنا قدام الناس يحتكر شعبه. اخوان ابناء اسمعوا رصتكم يا شباب، ابناء الرفاعي يا ولد، رسالة لأصحاب المواكب الحسينية. سمعوا اللي نادي أيهات من الذلة ويطلعون مواكب ويسدون الشارع والرفاعي، خلي اليوم ينادون هيهات من الذلة، لأن ماكو ذلة أكثر من هاي. إخوان أنتم أحق بأن تنادون هيهات من الذلة، فقط أنتم على نهج الإمام الحسين. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. فقرة آرائكم الآن، وهي عما حدث يوم السبت الماضي، حيث اختتم طلبة الإعدادية امتحاناتهم الوزارية، وكان آخر امتحان لهم طبعا هو الذي اختتموه السبت الماضي. في الصورة التي سنشاهدها الآن تعبيرا لما لقاه الطلبة العراقيون، فتاة تأخذ مروحتها معها إلى لجنة الامتحانات أثناء تقديم الامتحان الدراسي. لماذا؟ لأسباب معلومة لديكم تخبركم عن فداحة وصعوبة واقع الطلبة في العراق، ولربما واقع مختلف المواطنين في جميع المصالح الحكومية والمؤسسات التي من الواجب أن تكون وطنية، ولكن للأسف يجد المواطن نفسه فيها فاقداً للأدمية، فاقداً للأهلية، وربما فاقداً لكافة حقوقه التي تغيب عن يده وتسلب منه تماما كما يرى كثيرون من العراقيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. هذه الفتاة إنما حملت مروحتها استشعارا منها لتقصير إدارة المدرسة بتوفير ما يحتاج إليه الطلبة من أجواء فيها تمام الراحة النفسية، فيها الهدوء، فيها شيء من الانتعاش، الهواء، الأجواء النقية في ظل تقديم الاختبارات الدراسية، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي كما يرى كثيرون. نتابع الآن وإياكم أبرز التعليقات التي جاءت تعليقا على صورة الطالبة التي شاهدنا قبل قليل، وسنقرأ التعليقات تباعا وإياكم. البداية مع سارة التي كتبت: المدرسة اللي امتحنت بها ما بها حتى مروحة سقف، كما أخذ وياي بنكه. لنرى الآن تعليقا آخر من أبو زينب يقول: تفضل، والجماعة يتساءلون ليش نسب النجاح متدنية، ربما كان هناك الكثير من الصحة في حديثك يا أبا زينب. الآن إلى حسين الذي كتب: والله شبعنا ضيم بالامتحانات، طايفة الكهرباء والقاعة مغلقة، وقوة نجر النفس حتى أكسجين ماكو، يا إلهي ما أصعبها من حالة التي يصفها حسين. إلى محمد فاضل عباس الذي يقول: وهم لو بعد هذا العناء يتلقون اهتمام من قبل الحكومة بعد التخرج، ربما قالها مستاء متهكما ساخرا على الواقع. إلى مشتاق أحمد يقول: ما حد مرتاح في هذا البلد من صغيرها لكبيرها، معاناة وهم. إلى المنشور الأخير فاطمة تكتب: هذه إحدى معاناة الكهرباء، حتى لو كانت المدرسة نموذجية ومجهزة بأجهزة تكييف فهي لا تعمل بسبب انقطاع الكهرباء. والله معك حق يا فاطمة. ربما كانت هذه التغريدة الختامية أو المنشور الختامي أعزائنا المشاهدين. نعم، الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة تويتر، وهي أيضا عن ذات الموضوع، الامتحانات الوزارية. إذن هو الهاشتاج الذي يعني وجد صدى واسعا في العراق خلال الساعات القليلة الماضية، وغرد مختتما بهذا الهاشتاج كثيرون من العراقيين، هو
الامتحانات الوزارية. واسم إلكتروني جديد نقرأ من خلاله عليكم 4 تغريدات اختتمت بهذا الهاشتاج الامتحانات الوزارية. البداية مع بهاء الأعرج الذي كتب: إن نتائج امتحانات مرحلة الثالث المتوسط دليل قاطع على تدني مستوى التعليم في العراق وإهمال قطاعات بناء الإنسان العراقي، والشاهد على ذلك حكومة دون وزارة تربية. إلى تغريدة ثانية. في التغريدة الثانية نقرأ ما كتبت فداء. تقول فداء: بعد نتائج البكالوريا للدراسة المتوسطة والتي كشفت فشلا كبيرا ونسب رسوب مهولة للمدارس الخاصة، هل نجد حلا وضوابط صارمة لإعادة النظر في منح أو في منح رخص فتحها ومحاولة إنقاذ التعليم من التردي المستمر؟ سؤال برسم الإجابة يا فداء. إلى تغريدة ثالثة، وفيها كتب سعد الشمري يقول: السبب الرئيس وراء رسوب الأعداد الهائلة من طلاب الصف الثالث متوسط في العراق هي لعبة الببجي. والله لعبة الببجي ربما يؤيدك بها كثيرون أيضا يا سعد. إلى التغريدة الأخيرة، من يسمي نفسه العراقي صادق جعفر يقول: نتائج الببجي والمدارس الأهلية والدروس الخصوصية وتدخل السياسة السافر بشؤون التعليم أدت إلى انتكاسة كبيرة في نتائج المتوسطة، والقادم أسوأ بحسب هذا المغرد العراقي. بعد فاصل قصير ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخيرة، فقرة الفيديوهات المنوعة. البداية بهذا الفيديو: بعد فوز منتخب بلاده على مدغشقر، اللاعب التونسي طه ياسين خنيسي يرفض التحدث للإعلام باللغة الفرنسية. المنتخب التونسي تألق في العطاء ضد مدغشقر وكانت النتيجة الأكبر في دوري ربع النهائي، هل من الناحية السيكولوجية هذا يعطيكم أسبقية على المنتخب السنغالي المنتخب المرشح للفوز بهذه النسخة من كأس أمم أفريقيا؟ أنا أرفض التحدث باللغة الفرنسية. يقول عفوا وعذرك، هناك معدات الترجمة الفورية لمن يريد أن يستمع إلى طه ياسين خنيسي باللغة العربية، وثم تقع الترجمة باللغة الفرنسية. مردود طيب، مباراة السنغال بتكون مباراة مغايرة، يدور لي دور نصف نهائي اللي بيكون حاضر أكثر، اللي بيكون مركز أكثر هو اللي بيربح. يدور لي الماتش هذا بتلعب على جزئية صغيرة، إن شاء الله إحنا من هنا الغدوة إن شاء الله نكون مركزين 100%، إن شاء الله بقدرة ربي نتمكن من الفوز على المنتخب السنغالي. أنجلي اوكي. Écoutez s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais la dame dit que ce n'est pas de l'arabe, c'est du tunisien. Ce n'est même pas de l'arabe. الآن إلى الخنفساء الشهيرة التي وصلت محطتها الأخيرة. طبعا هنا نتحدث عن النوع النادر من السيارة، نتابع معا.
لديكم ذكريات مع مثل هذا النوع من السيارات؟ مشاهدينا وصلنا إلى ختام الحلقة، إلى اللقاء.